مستمعي الحياة فام، مرحبا بكم الكل كالعادة في استضافة نستدعى ألمع وأحسن وأكبر الخبرات العالمية في اللي أصلهم القروان واللي نفتخروا بهم برشا واللي كان لهم إشعاع على المستوى، نقول حتى المستوى العالمي، يعني حتى اليوم ضيوفنا كما دكتور الغيضاوي، كما دكتور وليد صفار، كما المهندس محمد علي الكيلاني. اليوم نستضيف دكتور محمد غنام اللي نشكره شكر جزيل لأنه جات عنده زيارة مكوكية، زيارة سريعة إلى تونس بمناسبة. تبارك الله دكتور محمد غنام، يعني شهرة عالمية في فرنسا وفي أوروبا ويعني في تونس وفي القروان، ناس كل توكيد تقولوا دكتور محمد غنام. عنده فكرة دكتور محمد غنام شكون هو؟ كي تحدثت معه قال لي ليه احنا خدمنا خدمتنا وكهو، يعني هذيك الشيم تاع التواضع اللي موجودة عند الناجحين. باش نقدمه أنا حسب ما نعرف وحسب ما. إذا دكتور محمد غنام هو بروفيسور، أستاذ باحث ومحاضر في جامعات عديدة في العالم، في تونس، في تونس وفي سوسة وكذلك في أميان وفي العديد من الجامعات الأخرى. أشرف على تدريب وعلى تخرج العديد من الأطباء من مختلف الجنسيات، خاصة زاد ثم برشا اللي هما من أصول مغاربية، ونتحدثوا علاش نقول أصول مغاربية من بعد. هو رئيس قسم في مركز الوقاية والتأهيل لأمراض القلب والشرايين، مسؤول على وحدة أمراض القلب للطب التداخلي، رئيس الجمعية الفرنسية لطب القلب الوقائي والتأهيل بالرياضة، أسس ودادية أطباء المغرب العربي بفرنسا، كذلك يشرف على المجلة الطبية اللي اسمها الحكيم، عنوانها الحكيم، كذلك أسس الجمعية الفرنسية التونسية لطب القلب، هو من مؤسسي نادي القرن 21 لو كلوب دي 21 سيكل. كذلك معناها من سنوات في جامعة سوسة وبالتحديد في كلية طب سوسة، ثم شهادة جامعية اللي بعثها الدكتور محمد غنام واللي تحثت عليها كثير الإذاعات في تونس والتلفز، واللي هي تمكن الأفارقة وحتى غير الأفارقة، يعني حتى يجيوا حتى من أوروبا باش يتحصلوا على شهادة اختصاص في الاختصاص اللي هو الكارديولوجي دو سبور، طب قلب الرياضة كان الترجمة صحيحة، يعني اللي تخرج من كلية الطب في سوسة عنده شهادة اللي هي صالحة كأني معناها من غير ما تطلبش معادلة من جامعة الجامعات الفرنسية. تحصل على العديد من التكريمات والجوائز العالمية من غير ما نقعد نذكرهم، وعنده يعني وسام شرف شوفالي دو لا ليجون دونور اون مي 2005، تحصل عليها من عند الرئيس الحكومة الفرنسية جان بيير رافارين. يعني هذه ملخص على نشاطات الدكتور محمد غنام. تبارك الله، يعني نشاط جمعياتي ونشاط علمي ومحاضرات يعني ما شاء الله، يعني ولكن زاد قام بشوية عمل نجمعش نسميه عمل سياسي ولا، لأنه هو ما هو سياسي، ولكن قام بعمل للمجتمع، يعني كفي سواء في فرنسا سنة 2008 تب انتخابه كمستشار بلدي في الـ 18 arrondissement دائرة 18 من باريس، وكذلك قام بنشاط في تونس على مستوى مجلس النواب بداية من سنة 2014 إلى أظن 2019. كذلك أصدر كتب قيمة باش نرجعوا لهم باش نعطيوا عناوينهم وباش نتحثوا عليهم الكتب هذوما، لأنه أنا متأكد أنه كل إنسان يكتب كتابي واللي هذاك كان واحد من أولاده اللي يعتز به، وخاصة أنهم الكتب هذه خذت رواج كبير، وأنا شفت حتى كيفاش وقت الدكتور محمد غنامي متواجد جاوه يعني نغزلهم عشرات وعشرات من الأطباء باش ياخذوا الكتاب هذايا من يديه. بقى هذا التقديم تاعي دكتور محمد غنام، ربما اكيد راني نسيت برشا حاجات اخرين، ولكن انا باش نبدا بك من اللي كنت صغير، لانه الحصه نتاعنا راهو مش تدخل في القلب برشا، ولكن نحب دكتور محمد غنام ما شاء الله مع النجاحات هذه كلها
نحب نعرفوه كشخص كإنسان. أنا كاني معاك قبل ما ندخل الاستوديو تقريبا نصف ساعة قعدنا نتحدثوا. الحقيقة حبيتك برشا كل معني قداش طبيعي وكل شيء تقوله وكل شيء معناها تبوح به، وهذا علاش من نحتكرش أنا الكلمة توا. نحب نرجع للطفولة نتاعك، نحب نرجع للعلم من معتمدية السبيخة، الطفولة الابتدائي، ذكرياتك. شوف والله سي العلويني، انت جبت على العلم والسبيخة والقروان، يعني بعد توا 50 سنة في فرنسا، معناها الذاكرة متاعي بقت حبسة غادي. ولا بالحق بقت حبسة غادي. أنا مولود في العلم 1955، معناها وقت الاستقلال. وبرقيبة اللي عملوا بالقداء هو كونه في كل قرية في تونس كاملة عمل مدرسة. يا أخي من حسن حظنا نحن بنا مدرسة في العالم. وأنا من عائلة متواضعة، باش ما نقولش فقيرة، أمي وبابا ما يعرفوا لا يقروا ولا يكتبوا، ولكن الحاجة اللي يعرفوها مليح هو كونه إذا كان عندي الزهر باش نوصل النهار يلزمني نقرأ. وحطوني مزروبين، فهمت، حطوني في المدرسة عمري 4 سنين و7 شهور. هزوني المدرسة، وفي المدرسة ما قبلونيش خاطر مازلت صغير. يا أخي بعد القسم ظهر ناقص بالزهر. دونك عيطوا للحارس سي إبراهيم الله يرحمه نتاع المدرسة، قالوا له برا جيبو. مشى هزني المدرسة، وقت اللي روح ببي ما قبلونيش لقاني في المدرسة. عملت في الحقيقة الحياة في العلم كانت حياة معناها فيها فقر مادي، وكن فيها غناء روحي قلبي وروحي وعائلي. أكل المحيط هذاك متاعك، المحيط متاع العائلة اللي يسمعك ويعاونك ويحبك ينسيك في الماديات. وقريت 6 سنين في المدرسة الابتدائية، والله يشوف كنا نجيو نعدو السيزيام في القروان. أي باه كي نجي للقروان باش نعدي السيزيام، وقتها ما نفهموش، فهمت ولا، معناها المستقبل ومازلنا صغار 11 سنة، سنة المقبل. دونك نجو باش نزور القروان، معناها بالنسبة لينا وحتى لتوا بالنسبة ليا معناها مدينة كبيرة، باش ناكلوا شوي زلابي ومخارج. فرصة والله بالحق، معناها زلابي والمخارجي عنا نحنا يجو قبل النجاح. أهم شيء. أي أهم شيء عنه يا أخي. وبالزر فهمت والعمل شوية، نجحت عام 68 69. ما نتذكرش معناها ال5 سنين الوالة، جيت صغير ما نعرفش. أما في السنة السادسة نتذكر هنا وليت نجيلون، ديما نجيلون. يا أخي هذيك نقطة الانطلاق، باش يقول لك نهار من نهارات الولد ينجم مش فايق وتجيه حاجة تفايق. ويزم نعرفوا المدرسة هذه متاع العلم من اللي كونها قرو سي الصادق نقرة الله يرحمه. الله يرحمه كان معلم مخلص مناضل بالحق ككل المعلمين وقتها وحتى هو توا. هو نعرفه كان هو وقتها مناضل كبير، وبقى 10 سنين وهو في المدرسة من اللي حلت اللي نجح معناها برشا 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 تلامذة اللي دخلوا بعد للمعهد. وفي المعهد دونك دخلت 68 69، وتعرف انت في عام 69 عام 70 جت الفيضانات. أي
لأن دخلت الليسي في عهد الفيضانات. توا تحب نتعدوا للمعهد ولا نبقى؟ لا نتعداو المعهد. أما هي محلاك الذكريات متاع الابتدائي والحق هذيك أحسن الأيامات. صحيح من بعد مشيت للمعهد. مشيت رجع من العلم. ولو عندي ملاحظة يعني ما شاء الله في العلم، رغم أنه عدد المواطنين تصور وقتها في العوام هذيك ما كانش برشا، قداش كان يقول ألف ممكن، ما نعرفش، ما عنديش إحصائيات، ولكن ما صورش أكثر من ألف، ما أكثرش من ألف. أي ورغم ذلك ما شاء الله يعني هالمدرسة الابتدائية هذه خليت أنه برشا من العلم وصلوا المراتب كثيرة، يعني مثلا المعلمين والأساتذة يعني في كل المجالات تلقى أصيلي العلم فك الفترة هذيك كل مدرسة معناها يعني. ويرجع الحق للنضال سي صادق نقرة، واضح اللي يقروا في عهد صادق نقرة اليوم عندهم معناها في أماكن محترمة جدا. وعنا سي رمضان الجمالي وعنا سي طيب العقوبي، أي ظهر لي التو مازال حي، سلم عليه ربي يطول في عمره. ظهر لي في بلدية الشبيكة، يمكن الشبيكة ولا أنتوكا في جهة من جهات القروان، ومازال حي، وسي محمد البنوني وسي بشير العلاني وبرشا الحقيقة وقتها معناها معلمين مناضلين وخرجوا تلامذة نجباء. وقت اللي دخلت للمعهد دخلنا عام 68 69 عام الفيضانات، ومدير نتاع المعهد وقتها سي محمود عطل الله يرحمه زال كيمات، عنده ما عندوش برشا من بعد، ولا هو مدير الصدقية. كان هو المدير، وكان مدير صعيبة. الناس كل يخشوه، ومن حسن حظي كان هو استاذي نتاع الرياضيات. هو كان استاذ رياضيات، كان هو الاستاذ نتاع الرياضيات. والحقيقه وقتها في المعهد عديت 6-7 سنين. في الحقيقه كنت ديما نجيلول، جيلول كان في السنه السابعه. في المواد الكل، ولا لا؟ في اغلب المواد، كان الرياضه كان الرياضه بعد كان الرياضه. اما في المواد الكل كنت ديما في الحقيقه نجيلول ونالول في القسم، معناها في كل ثلاثه اشهر، وحتى في معناها في المعدل العام نتاع العام كامل. ولذا في الحقيقة أنت وقت اللي تولي توصل باش تولي لول ديما تحب تحافظ على المكان، تحافظ على باش تكون ديما الأول. ومسألة صعبة علاش؟ خاطر ثم مرات تلقى شكون أقوى منك شوية، ثم تلقى شكون يكون ينجم خير منك، الثاني يحب يخلط ولذا أنا الحقيقة معناها المرتبة هذه بقيت بها حتى لسنة السابعة بقيت بها. ووقتها في المنصورة الأساتذة كله عندنا برشا أساتذة أجانب، برشا في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الفرنسوية، كلهم أساتذة معناها جايين من الخارج، خاصة من فرنسا. عندنا حتى وقتها اللي قرر فينا من الإنجليزية معناها مرأة جاية من أمريكا. وبعد بشوي بشوي، هذه في الأعوام الأولى، بعد بشوي بشوي جونا برشا معناها أساتذة جو من تونس، معناها توانسة قروا في الجامعة التونسية ولوا معناها عندنا أساتذة توانسة. في الأول كانوا توانسة كل الأساتذة كل أفارقة، وبعد ولوا عنا أساتذة توانسة، معناها توانسة أساتذة كبار في المنطقة. وخاصة وكان عنا في التربية ديما عنا أستاذ من القروان، طاهر العلاني، سي النجار الله يذكرهم بالخير، توا ماتوا. معناها كانوا أساتذة الحقيقة يحترمونا ويعاونوا فونا ويحبوا معناها القروان توصل. كانوا مناضلين، أنا إذا كان نحن وصلنا اليوم للموقع اللي نحن فيه
يعني خدمتهم هما النظام هما، خاطر كان وقتها تعرف المعلم والأستاذ ما يخلص حتى شيء أنا بالنسبة لتو، ولكن كان عندهم ضمير مهني وكانت عندهم غاية لتونس. نحب نسألك في بالتوازي مع الدراسة دكتور محمد غنام، في الـ في الـ في الابتدائي في العلم بالتوازي مع الدراسة، إيش كانت عندك أمور اللي أثر بها الوقت النشاطات، ومن بعد في القروين في السبع سنين اللي درستهم في المعهد المنصورة كان تم نشاط ثقافي نشاط، لأنه نشوف من بعد أنك تبارك الله معناها الجمعيات والعمل الإنساني والعمل الجمعياتي والكل ما شاء الله كبير برش، فكل سبع سنين في 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 المعهد كانش عندك بعض النشاطات؟ والله شوف الحقيقة في المدرسة الابتدائية ما كانش عندنا نشاطات، كانت عندنا حرية كاملة. الحرية كاملة هو كونه نلعب معناها في الحقول متاع العلم، ومعناها وين نمشوا ثم واحد يشوفنا وينجم يرد الأبائنا وأمهاتنا شو عملنا بالضبط، دونك ثم مراقبة. أي. أما الحرية ذيك ظهر لي أولادنا وأولاد أولادنا فقدوها شوية لأن المجتمع تغير والحياة تغيرت، وما عادش توا تنجم تخلي ولدك ولا بنتك تلعب في الحقول ثلاثة سوايع أربع سوايع وانت ما تعرفش عليها فيه. توا الحكاية تبدل في المدرسة الابتدائية ما عناش أكثر، ولكن عنا سي صادق نقرة ديما نرجع له عمل مجلة ثقافية في المدرسة الابتدائية، والمجلة ذيك الثقافية نكتبوا فيها نحن تلامذة صغيرين مازلنا في الابتدائي نكتبوا في المجلة. ونسيت اسمها المجلة، والله نسيت اسمها، وقت اللي جاء المرة فاتة الله يرحمه قبل ما يموت أعطاها لنا أول عدد أعطاه لنا، وكان عامل مكتبة نتاعو هو في كتب نتاعو كل الكتب نتاعو معناها نتاع المكتبة نتاعو حاطها على ذمتنا، ونحن نتسلفوا من المكتبة ذيك كتاب ونقروه، وبعد كي نجو يلزمنا نعملوا تلخيص للكتاب. معناها وقتها في الستينيات، نحكي لك تو السبعينيات الستينيات في الستينيات، معناها الراجل متقدم على الجيل نتاعو، عامل لنا مجلة ثقافية نكتبوا فيها، وعامل لنا مكتبة نتاعو هو كتبه هو، نتسلفوا الكتاب نقروه وبعد كي نلخصوه، ويلزمنا ما تنجمش تتسلف كتاب وما تقراش، واه يلزمك تلخيص. وكنا كي كانت عنده كرهبة سي صادق نقرة سمكة زرقاء، كي يجي متعدي كان يسكن القبلة ويقرا الظهرة، معناها يعمل ما بين داره وما بين كيلومتر ولا زوز كيلومتر بالكرهبة، كنشوفوه متعدي بالكرهبة تلقى فر تهربوا حتى واحد ما يبقى في الشارع، الناس كل هيربة ونتدرقوا خايفين منه. ثم وقتها المعلم كانوا نخافوا منه، وفي المعهد يا أخي الطلاب فالتلامذة متاع العلم في المعهد كوننا في العلم تياتر، ونعملوا في تمثيليات، واللي جوا معناها سكان العلم ينجموا يقصوا معناها تذكرة باش تفرج، يدخلوا لنا نحنا، وعنا كل ليلة نعملوا معناها ان بياس دو تياتر اللي نحنا نخلقوها نحنا نكتبوها ونحنا نمثلوها. وبالله العظيم المعنى كنا مشجعين جدا، خاطر يجوا يدخلوا ناس يما وجدايا وخالتي يقصوا يدخلوا باش يتفرجوا علينا، خاطر ديما تكون التمثيليه تكون ديما واقعيه ديما من الحياه نتاعنا الاجتماعيه اللي نعيشوا فيه، دونك يتفرجوا هما في اللي يعيشوا. ومع الأسف
اليوم ما سم شيء من اللي عملناه. اليوم اللي أكي معناها البناءات اللي خلتها فرنسا كل تحت والموقع نتاع التمثيليات اللي كنا نعملوا فيها طاح والشباب توا في الحقيقة عنده ومعناها أقل منا 50 سنة قبل، وهذا وضع مؤسف جدا، خطر توا في العالم معناها عدد السكان مش هو ضعف، يكون عدده معناها تضرب في يمكن في المئة، معناها توا يمكن 8000 ولا 9000 ولا ما نعرف قديش، ولكن برشا 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 معناها بناءات جديدة وبرشا معناها الناس خلقوا وكبروا وما عندهم حتى شيء توا في العالم. ولذا علاش معناها نحن يلزمنا نعاونوهم ويلزمنا نخلقوهم نخلقولهم معناها أمكنة وين ينجموا يتثقفوا وين ينجموا يتطوروا، لأن العالم قاعد يتطور. وإذا كان معناها أنت دولة، الدولة شنو هي؟ الدولة ديما الجيل الجديد، لأن وانت تو في الجيل متاع هذا وبعد مش نالوا الجيل اللي سبق، أولادنا هم اللي باش يكونوا تونس، باش نعملوا عليهم يلزمنا نكونوهم، يلزمنا نشجعوهم، يلزمنا نعاونوهم. صحيح، انا مثلا العالم شفت انه معناها ثمة تشكيات، انه ما ثماش نشاطات، الشباب يلوج وين يحب ينشط ولكن ما يلقاش. صحيح ثم ملعب كرة قدم اللي بداو فيه، اما الشباب يحتاج انه يكون عنده برشا نشاطات، رياضة، ثقافة وغيرها، باش اللي هي تنمي فيه. كما شفنا تو الدكتور محمد غنام يعني يتحدث على المسرح، وكيف ثم نشاطات اخرين في الثانوي ولا يعني ثم نشاطات اخرين، نشاطات اخرين خاصة في المعهد. نحكي لك نشاطات في العالم، اي عملناها في العالم، نشاطات في المعهد ثم زادة تمثيليات وثم دروس نتاع موسيقى وثم وقتها والله يشوف وثم الرياضة والله وقتها الدروس نتاع الموسيقى. الحقيقة هو الدروس نتاع التصوير والدروس نتاع الموسيقى، عندنا نحن معناها هذه دروس ثانوية جدا ما نتلوش بها مليح. لي نهار من نهارات ثم واحد قرا بعدي ظهر لي ما نعرفه مليح، ولا يعزف على الكمانجة قروي نشوف فيه معناها في محاضر كبيرة. يا أخي نجاح باهر في الموسيقى، وقتها كان هو ليه برشا يحب برشا الموسيقى. وتوا سفيان نقرأ يا أخي أستاذ موسيقى في الجامعة في باريس، سي سفيان، واخته اسمها ليلى، ليلى نقرأ، ويظهر لي ليلى نقرأ زيادة أستاذة في الموسيقى في تونس. معناها هو سي صادق نقرأ كون معناها ديزارتيست، فهمت؟ نرتاحوا شوية في فاصل الموسيقي، ومن بعد سي خذيت الباك خذيت الباك خذيت الباك ومشينا لفرنسا.